تبدو شاسعة مقفرة يخيم عليها السكون. ولكن الحياة تنبض في كل مكان. هذه سنة الطبيعة، صراع بين الحياة والموت. لقد جاءت إلى الصحراء القاحلة صناعة جديدة، وعلى هضبة رملية جرداء ظهرت إلى عالم الوجود مدينة جديدة تزينها حدائق خضراء أينعت وسط الصحراء. إنها مدينة وجدت بسبب النفط. صهاريج النفط الكبيرة تشرف على طرق واسعة مشجرة بنيت للسيارات الحديثة. التراث الإسلامي والتقاليد العربية العريقة تحتفظ بمكانتها في المباني الحديثة وأساليب الحياة الجديدة. مدينة حديثة نشأت حول صناعة حديثة. هذا هو المبنى الرئيسي لشركة نفط الكويت، والواقع أن مدينة الأحملي بنيت بسبب أعمال النفط فيها. لقد كان ذلك في عام 1948، وقد سميت هذه المدينة بالأحملي لأنها أنشئت في عهد المرحوم الشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت السابق. وأن بناء الأحملي وتطورها في هذا الشكل دليل واضح على تعاون الشركة والحكومة في هذا المضمار. العمليات المعقدة التي تقوم بها شركة نفط تحتاج إلى عدد كبير من الرجال، وكثيرا ما يتحتم عليهم أن يعيشوا في أماكن مقترة نائية. ومن الضروريات الأساسية توفير المأوى لهم، أو بالأحرى بناء مدينة يعيشون فيها. والأحمدي هي تلك المدينة. كان من الضروري قبل كل شيء بناء مساكن للمستخدمين. وفي بداية الأمر كانت المساكن في كثير من الأحيان مؤقتة، تستورد جاهزة وتركب في أماكنها. ولكن سرعان ما أخذت المساكن الدائمة تحل محلها، وأصبحت الأحمد اليوم مدينة تزخر بألوان المعمار المختلفة. إن هذه المباني بحدائقها الغناء مفخرة لأي مدينة في أي قطر كان. ولكن الأحمدي هي جزء من محافظة الأحمدي التي يشرف عليها سعادة الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح. لقد أشار سعادته في مقابلة أجريت معه إلى بعض المشاكل التي تصاحب التطور في محافظته. هو من الطبيعي متى ما كثر عدد السكان في المنطقة تزيد بعض المشاكل البسيطة، إنما نحن في إيجاد حل هذه المشاكل، وهي ربط علاقة العامل بالإدارة الشركات، وثانيا وجود نقابة في المنطقة اللي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مما يسهل أو يحل بعض القضايا أو المشاكل اللي قد تتعرض لنا في المستقبل. ونحمد الله أن ليس هناك أي مشاكل في الوقت الحاضر والعدم. قامت الحكومة بتنفيذ كثير من المشاريع في المنطقة. ما هي المشاريع المزمع إنشاؤها في المستقبل؟
فعلا لقد قامت الحكومة بإنشاءات كثيرة في المنطقة، مثلا المدارس النموذجية والمستوصفات والمشاريع. المشروع الذي نراه إن شاء الله في المستقبل هو مشروع الشعيبة. العلاقات بين حكومة الكويت والشركة تشرف عليها إدارة شؤون النقد العامة، وللدولة أيضا دار ضيافة تستضيف فيها كبار الزوار الذين يرغبون في مشاهدة عمليات النقد. إنها دار تليق بالجود العربي. مدارس الدولة في الأحمدي مجهزة أحسن تجهيز، شأنها شأن جميع المدارس في الكويت، حيث التعليم مجاني للجميع. مدارس الأحمدي تتمتع بجو وادع وسط حدائق جميلة. بعض الخدمات بدأتها الشركة وسلمتها فيما بعد للدولة. هذه المتاجر بنيت لسد حاجة السكان في منطقة الأحمدي، وهي جزء من مشروع اشتركت الدولة والشركة في تطويره. الدولة هي التي تخصص الحوانيت للتجار، وخدمة البريد في منطقة المتاجر هي إحدى الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة. خدمات الأمن العام والمطافئ في محافظة الأحمدي تخفان في كثير من الأحيان للنجدة معا. هذا مثال آخر على التعاون بين الدولة والشركة. فإصابات حوادث الطرق في الأحمدي تعالج في مستشفى ساوثويل التابع للشركة. هذا المستشفى الذي سمي باسم رئيس إدارة سابق لشركة نفط الكويت منظم على أحدث طراز ومجهز أحسن تجهيز. إنه في الدرجة الأولى للعناية بمستخدمي الشركة وأسرهم، وبذلك فهو مكمل للخدمات الطبية الممتازة التي تقدمها الدولة. المختبرات والدوائر الاختصاصية مجهزة بأحدث الوسائل للتشخيص والعلاج. العناية الشخصية هي أساس كل مستشفى، وموظفو مستشفى ساوثويل مدربون تدريبا عاليا ويكرسون انفسهم للعناية بمرضاهم. لا احد ينال العناية التي ينالها الاطفال. جميع الوسائل والمعدات الممكنة متوفرة لهم لكي تتاح لهم بداية جيدة في الحياة. وقسم الولادة ذو سجل يستطيع ان يفاخر به. ولا يقل عن ذلك قسم الأطفال، فالعناية بالأطفال لها مكافآتها في وجوههم المستبشرة واعتمادهم الكلي على المساعدة.
ولكن أهم من ذلك المحافظة على الطفل سليما معافى. دروس العناية بالطفل تعطى للأمهات في المستشفى قبل الولادة وبعدها. وتكملة لذلك تزور الممرضة الأم في المنزل. إن الممرضات المدربات يبقين على اتصال بالأسرة ويقدمن لها النصح والإرشاد بشأن مشاكلها الصحية. البيت والأسرة لهما أهمية كبرى في الأحمدي. كل تشجيع ممكن يعطى لتحسين المنازل وزراعة الحدائق، فمحور الحياة هو البيت والحياة العائلية. جانب كبير من وسائل التسلية والحياة الاجتماعية مركزها البيت، حيث تلتئم حلقات الصداقة. الأحمدي غنية بالنوادي، إنها مراكز للترفيه عن النفس وللحياة الاجتماعية، وجميع هذه النوادي تلاقي إقبالا عظيما عليها في الأمسيات وفي عطلة نهاية الأسبوع. المتفرجون ذو عيون ناقدة، وما أكثر الخبراء بينهم. تقوم النوادي أيضا بتنظيم الألعاب الرياضية، والإقبال على كرة القدم هنا لا يقل عنه في أي بلد آخر، وباستطاعة الأحمدي أن تؤلف فرقا ممتازة لكرة القدم والهوكي للاشتراك في المباريات العديدة التي تنظم في جهات مختلفة من أقطار الخليج العربي. الواقع أنك تستطيع ممارسة أكثر أنواع الألعاب في الأحمدي. إصابة الهدف الطائر رياضة يبرز فيها العربي بفطرته. المنافسة شديدة بينه وبين زملائه الأمريكيين والبريطانيين. من الطبيعي في مناخ شديد الحرارة في الصيف أن يكون الإقبال على السباحة عظيما، ومباريات السباحة دائما مناسبات بهيجة. لكل ناد من النوادي الرئيسية الثلاثة في الأحمدي مسبح ممتاز،
وأقل ما تخلو هذه المسابح في الصيف من روادها. أما لعبة الجولف من جهة أخرى فتبدو هنا نائية عن موطنها الأصلي اسكتلندا، ومع ذلك فلها عشاقها والإقبال عليها في ازدياد. لعل أكثر أقسام الأندية رواجا هي ملاعب الأطفال، حيث النشاط دائما على أشده. وأحيانا ترى الأشياء رأسا على عقب. إنه محير فعلا. ولكن المدينة لا يكفي أن تعيش فقط، إذ يجب أن تنمو، والنمو يعني الجيل الصاعد. ومن أراد اتخاذ صناعة النفط مهنة له يجد في مركز التدريب التابع للشركة خير معين له. الشبان يأتون من المدرسة مباشرة للانخراط في دورات تدريب طول الوقت، ويباشرون بتلقي دروس أساسية تساعدهم على بلوغ الهدف الذي اختاروه. فيما بعد يتعلمون حرفة معينة تؤهلهم للالتحاق بالعمل الذي يفضلون. العمال الماهرون الذين يحبون تحسين معلوماتهم يستطيعون العودة إلى دائرة التدريب للتعليم على أيدي معلمين خبراء. البعض يعدون لشغل وظائف في الشركة، وعدد من هؤلاء يبعثون إلى الخارج لتلقي التدريب العالي. بننزل السبتك. تنزل السبتك. شو صار عندنا يا ماجد؟ صار عندنا 576. على؟ على 72. في الصفوف الليلية يدرس الناطقون بالإنجليزية اللغة العربية، ويتعلم العرب اللغة الإنجليزية. There were 15,000 people there. Thank you. وهكذا أينعت الصحراء وأزهرت، ليس مجرد أزهار صحراوية صغيرة تكافح الطبيعة لتبقى على قيد الحياة، بل حدائق خضراء يانعة بهجة للناظرين، نباتات كثيرة من مختلف أنحاء العالم تنمو هنا وتزهر. هذه الأزهار تنمو نضرة حيث لم تكن سوى أشواك الصحراء، وحيث لم توجد سوى معالم أخفاف الجمال تقوم الآن مدينة حديثة نمت وترعرعت وأصبحت مكانا معروفا على خارطة العالم. ولكن المدينة ليست مجرد مبان وحدائق، إن روح المدينة تستشف في وجوه سكانها، وشخصيتهم هي التي تضفي على المدينة صفاتها. والأحداث هم عنوان نموها وتطورها. الأحمدي التي نهضت وسط الصحراء المقفرة إنما هي جزء من تاريخ دولة حديثة، إنها رمز صناعة حديثة عظيمة نشأت وترعرعت على أيدي الدولة والشركة معاً.